في ذكرى 17 من ديسمبر، ذكرى عيد الشهداء، نستحضر ثقافة الشهادة وعنوان الشهادة، ونتحدث عن ثقافة الشهادة وأثرها في بناء المجتمع. الشهادة ثقافة عطاء. الشهيد هو من يقتل في سبيل الله ويقدم نفسه، وهي أغلى ما يملكه الإنسان، من أجل دينه وقيمه ورسالته ومجتمعه. الشهادة هي قمة الكرم والعطاء والبذل والبر، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فوق كل ذي بر بر، حتى يقتل المرء في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر. إذن الشهادة ثقافة عطاء وبذل وكرم، ويقابل هذه الثقافة ثقافة البخل والشح والجبن والأخذ والأنانية. الشهادة خروج من أسر الأنا. الله سبحانه وتعالى يريد للإنسان أن يتحرر من أسر الأنا، أن يعيش لمجتمعه، أن يعيش لرسالته، أن يعيش لقيمه، أن يعيش لدينه، والشيطان يدعوه لأن يعيش لشهواته ونزواته ونفسه ولذاته الحقيرة. الله سبحانه وتعالى يريد للإنسان أن يرتقي لمراتب الكمال، وأن يعرج نحو الله سبحانه وتعالى، وأن يتجاوز حدود الماديات وينتقل إلى عالم الغيب. والشيطان يدعوه إلى الشهوات والنزوات، ويدعوه لأن يفكر في أنانيته ونفسه الضيقة وحاجاته البسيطة. الله سبحانه وتعالى يريدنا أن ننتقل إلى عالم الشهادة، فيحدثنا عن الشهداء في عالم ما فوق المادة وما فوق المحسوسات، فيقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول في مورد آخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ويقول: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الدنيا مليئة بالمعوقات التي تعيق سير الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، تجذبه نحو الأرض، والإنسان المؤمن يسعى للتخلص من هذه المعوقات التي تجذبه نحو الأرض ونحو المادة، وتجذبه وتمنع حركته نحو المعشوق وفي اتجاه المعشوق. الشهيد هو ذلك الإنسان الذي استطاع أن يتحرر من كل معوقات الدنيا، استطاع أن يحطم كل القيود التي تجذبه نحو الأرض.
المجتمع الذي ينتشر فيه ثقافة الشهادة هو مجتمع قوي متماسك معطاء. أما المجتمع الذي يصاب باليأس والمجتمع البخيل وتنتشر فيه ثقافة البخل والشح فهو مجتمع ضعيف، حتى وإن امتلك كثرة العدد والعدة. المجتمع الذي تنتشر فيه ثقافة الشهادة مجتمع معطاء، والمجتمع الذي يفتقد لثقافة الشهادة مجتمع بخيل مشتت، لا توجد فيه ثقافة التكاتف ولا يوجد فيه ثقافة التضحية والإيثار، كل فرد منهم يعيش منزوٍ عن الآخر. الطغاة دائما وأبدا يستفزون في الناس روح الأنانية، دائما وأبدا يدفعون البشر والمجتمع أن يعيشوا همومهم الخاصة ومصالحهم الخاصة. إذا عاش الإنسان في أسر الأنا وعاش في همومه الضيقة يفقد روح العطاء وروح التضحية، وينسى مجتمعه وينسى المظلومين من مجتمعه. فاليوم يقتل فلانا ويظلم فلانا ويجعل الآخرين لا يتضامنون معه ولا يتعاونون معه ولا يقفون معه، ويشغلهم بقضاياهم الشخصية والأنانية، وغدا ينتقل للآخر إلى أن تصل النوبة إلينا. هكذا يسعى الطغاة بأن يشغلونا بأنفسنا وبأنانياتنا وبمصالحنا الضيقة من أجل تشتيت المجتمع وتفكيك المجتمع وإنسانا يجعلنا ننسى هموم الآخرين وآلام الآخرين ومشاكل الآخرين. أما المجتمع الذي يملك روح الشهادة فهو مجتمع قوي، وهو مجتمع متماسك، وهو مجتمع معطاء، وهو مجتمع لا يمكن أن تهزمه كل أسلحة العدو الفتاكة. العدو بماذا يخيفنا؟ أقصى ما يخيفنا به العدو هو القتل، ولكن المجتمع الذي يملك ثقافة الشهادة لا يهاب الموت، لأن الشهادة تمثل له الفرصة للحوق بمعشوقه. المجتمع الذي تسوده ثقافة الشهادة يتسابق أبناءه للحوق بهذا الركب، ركب القرب من الله سبحانه وتعالى والعندية عند الله سبحانه وتعالى. هذا المجتمع لا يمكن أن يصاب باليأس، ولا يمكن أن يشعر بالضعف أو الهزيمة أو التراجع والتخاذل. أيها الأحبة الأعزة، بإمكان كل واحد منا أن يتحول لمشروع شهيد إذا حملنا قيم الشهادة وحملنا ثقافة الشهادة، وهي ثقافة العطاء والبذل والتضحية والإيثار. فإن بإمكاننا أن نكون شهداء أحياء إذا خرجنا من أسر الأنانية وانفتحنا على هموم مجتمعاتنا وآلام مستضعفينا، وطن النفس على التضحية في هذا الطريق، فإننا نكون شهداء نسير على الأرض. ثقافة الشهادة هي أن يوطن نفسه الإنسان، يوطن الإنسان نفسه لله، ويبذل الإنسان نفسه لله،
فحينما يقتل في سبيل الله يكون شهيدا. ولدينا في الروايات تقول من طلب الشهادة صادقا فإنه ينال مقام الشهادة حتى وإن مات على فراشه. نحن بإمكاننا أن نعيش الشهادة وثقافة الشهادة وروح الشهادة، وأن نوطن أنفسنا بصدق للشهادة والتضحية في سبيل الله. بذلك يكون مجتمعنا مجتمع معطاء مضحي قوي متماسك، يمكن أن يواجه كل التحديات التي تواجه المجتمع. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرة دم في سبيل الله، لأن هذه القطرة تروي شجرة العزة وشجرة الرسالة، وتروي المجتمع ومبادئ المجتمع وقيم المجتمع. لذلك كانت هذه القطرة هي أحب قطرة عند الله سبحانه وتعالى. نحن إذ نحيي ذكرى عيد الشهداء نستذكر التاريخ، ففي 17 من ديسمبر في العام 1994 سقط أول شهيدين في انتفاضة التسعينيات، بعد أن اعتقل سماحة الشيخ علي سلمان في يوم 5 ديسمبر، حيث اندلعت الانتفاضة في أواخر شهر نوفمبر عام 1994. في 5 ديسمبر تم اعتقال سماحة الشيخ علي سلمان. خرجت التظاهرات واستمرت التظاهرات. في يوم 17 ديسمبر استخدم النظام الظالم المجرم نظام آل خليفة الرصاص، واستشهد الهانيان في منطقة السنابس، حيث أطلق الرصاص عليهما واستشهد الهانيان في منطقة السنابس. منذ ذلك اليوم في كل عام بدأ الناس يحيون ذكرى الشهداء وعيد الشهداء في 17 ديسمبر. أود أن أتحدث عن الشيخ الجمري وموقفه من عيد الشهداء وذكرى عيد الشهداء الذي استشهد فيه الهانيان. عندما سقط الشهيدان الهانيان في يوم 17 ديسمبر تردد المتصدون للشأن والساحة في البحرين: هل نستمر في حركتنا وانتفاضتنا أم نتوقف ونهدئ الأمور لكي لا تتصاعد الأمور أكثر وأكثر، وخصوصا أن هذه انعطافة في الحركة في البحرين، وهو استخدام العنف المفرط في ذلك الوقت واستخدام الرصاص الحي لقتل الناس. كان هناك رأيين: الرأي الأول حقنا لدماء الناس وحقنا لدماء أبناء الشعب، يجب علينا أن نتوقف وأن نهدئ الأمور ونهدئ الساحة من أجل أن نصل إلى حلول وتفاهمات مع السلطة في البحرين ويتم تعويض عوائل الشهداء. وكان هناك رأي آخر، وهو تبني الشهداء والاستمرار في المطالبة بالحقوق والاستمرار في الانتفاضة التي ابتدأت في أواخر نوفمبر. الشيخ الجمري رضوان الله تعالى عليه من أوائل الذين تقدموا الصفوف وتصدوا لاستمرار الانتفاضة، وكان هناك تردد على مسألة هل يتبنون هؤلاء شهداء أو لا يتبنونهم شهداء. الشيخ الجمري كان موقفه واضح وصريح بأن هؤلاء شهداء قتلوا مظلومين، وأنهم قتلوا في سبيل الله وفي سبيل القضية وأبناء شعب البحرين. منذ ذلك الوقت حرص الشيخ الجمري على حضور تشييعات الشهداء، ويشجع ويحفز الناس على حضور تشييعات الشهداء. في عام
1995 في بدايات 1995 زادت وتيرة القتل ووتيرة استخدام العنف المفرط من قبل السلطة في البحرين، واستشهد في بداية 95 أكبر كوكبة في انتفاضة التسعينات، كانت في بداية عام 1995، حتى استشهد الشهيد عبد الحميد قاسم في منطقة الدراز. كان الوضع الأمني شديد جدا، وكان الناس يخافون من حضور تشييعات الشهداء. كان في ذلك الوقت موقف للشيخ الجمري لا يمكن لذاكرة البحرين أن تنساه. ذهب الشيخ الجمري، كان الشهيد مسجع على المغتسل ولم يحضر المشيعون، فذهب الشيخ الجمري وبدأ ذهب في جامع الدراز وبدأ يخطب في الميكروفون وبدأ ينادي الناس ويحيي يشجع الناس من أجل الحضور لتشييع الشهيد عبد الحميد قاسم. وتقدم بعد أن جاء الناس، تقدم الصفوف وكان في الصف الأمامي لتشييع الشهيد، وقد قمع هذا التشييع وقمعت التشييعات التي بعد هذا التشييع، ومنها ما حصل للشهيد عبد القادر الفتلاوي، حيث تم مهاجمة المشيعين وتم محاولة قتل الذين كانوا في المغتسل، حيث أغلقوا عليهم المغتسل وأطلقوا الغازات الخانقة في داخل المغتسل، وقد كان في المغتسل حوالي 30 شخص وأرادوا أن يقتلونهم جميعا. وبعد أن استطاعوا الخلاص والفرار من المغتسل، بقي جسد الشهيد على المغتسل وجاءوا ومثلوا بجسد الشهيد. كان للشيخ الجمري مواقف بطولية، كان يتقدم الصفوف، كان يحرص دائما على حضور تشييعات الشهداء وفواتح الشهداء. يذكر لي والد الشهيد محمد رضا بن بني جمرة، يقول: أنا من عائلة فقيرة وفقير، ولم أكن أملك حتى تكلفة مراسم الفاتحة، ولكن الشيخ الجمري رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى هذه العائلة وتكفل بكل تكاليف مراسم الفاتحة، وتكفل في ذلك الوقت بعائلة الشهيد. لقد كان اهتمام الشهيد بعوائل الشهداء واضحا، وكان يرعى عوائل الشهداء، وكان كثير الزيارة لعوائل الشهداء بشكل شخصي وبشكل دائم ومستمر. عائلة الشهيد الصافي يحدثوني كانوا يقولون أنه في اليوم الذي استشهد فيه الشهيد محمد رضا، كان قد استشهد الشهيد الصافي في 25 يناير 95. في نفس اليوم استشهد شهيدان، الشهيد هاني، الشهيد حسين الصافي في منطقة سترة، والشهيد محمد رضا في بني جمرة. عندما اتصلت عائلة الشهيد الصافي بالشيخ الجمري تخبره بنبأ استشهاد الشهيد الصافي، هو تعذر لهم عن الحضور بسببين: السبب الأول كانت بني جمرة محاصرة، والسبب الثاني هو التزامه بحضور تشييع ومراسم تشييع الشهيد محمد رضا. ولكن بعد أن فرجت الأمور، قام الشيخ الجمري بزيارة عائلة الشهيد الصافي ومواساتهم، واستمرت العلاقة مع عائلة حتى أواخر حياة الشيخ الجمري. في آخر أيام الشيخ الجمري كان هناك علاقة خاصة بعائلة الشهيد الصافي، وخصوصا أن الشهيد حسين الصافي قد رزق بابن والآن هو معتقل بعد استشهاده، يعني كانت زوجته حامل ورزق بابن وهو علي حسين الصافي الذي استشهد أباه قبل أن يأتي إلى هذه الدنيا، وقد كان يلقى عناية ورعاية من الشيخ الجمري خاصة. وأبى الشيخ الجمري أن يرحل عن هذه الدنيا إلا في يوم وفي ذكرى عيد الشهداء، فقد انتقل من هذه الدنيا الفانية إلى جوار ربه تعالى في يوم 18 ديسمبر، ليؤكد هذا التاريخ
ويؤكد هذه المظلومية التي وقعت على أبناء شعب البحرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشمل شهداءنا وشهداء الإسلام في نيجيريا وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا وفي كل أصقاع العالم الإسلامي والأمة الإسلامية برحمته الواسعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طريق الشهداء، وأن يوفقنا لأن نحفظ تراث الشهادة وخط الشهداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.